الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بخير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه ميدان السوان باماره راس الخيمه بانطلاقه اول ايام مرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله، حفظه الله ورعاه ذخرا وسندا وقائدا لهذا الوطن الغالي المعطاء. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الاول الرئيسي للقعدان ليسن الحجايج. نذهب مباشرة الى مقدمة الشوط حيث من تتابعون عبر قناة ياسر الرياضية. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الاول هنا ياتي عذاب، تعود الملكية من يقدم لنا هذا الاسم، والانطلاق راشد بن محمد بن راشد بالشاوي الغفلي من يقدم لنا عنابه مع الصداره. المركز الثاني ثاني المراكز انطلاقا مباشر من الجانب الاخر ينطلق في هذه اللحظات وياتي الشبابي، تعود الملكيه جابر بن علي بن راشد العويسي من يقدم الشبابي القادم الواصل في هذه اللحظات العابر. مبارك بن عويض بن سهيل الخيلي من يقدم العابر مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع من الجانب الاخر انطلاق من متوكل حامد بن محمد بن حارب الدرعي من يقدم لنا متوكل مع المركز الرابع. المركز الخامس تدخل مباشرة في هذه اللحظات من يصل مشكور خالد بن حمد بن راشد النعيمي، والوصول هناك والقدوم في هذه اللحظات بدأ يتقدم وينطلق مباشرة في هذا الانطلاق المباشر. أرى اللي هو ثمين سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي القادم مشكور يتقدم في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصل الغيلاني يغير من مركز إلى مركز بهذا الانطلاق من درب راشد بن سالم الغيلاني. هكذا الأسماء، هكذا الحضور في هذا المهرجان الغالي عبر قناة ياسر رياضية، وهنا من إمارة راس الخيمة ميدان السوان الذي يشهد هذا الانطلاق الذي يشهد هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول. العابر هو من يعبر مع الصدارة ومع المقدمة. ملبي يتقدم، وصل ملبي احمد بن سعيد بن كراز السبوسي، وهناك عناب راشد بن محمد بن راشد بالشاوي الغفلي القادم مشكور خالد بن حمد بن راشد النعيمي. الشوط الاول لمن؟ الشوط الرئيسي، الكل باحث عن الفوز والانتصار بهذا المهرجان وناموس هذا الشوط غير يا اخوان، غير الوصول والقدوم في هذه اللحظات. ينطلق مباشرة وياتينا مشاهدينا الكرام، ارى اللي هو معوض، معوض حمد بن مبارك بن مسلم بن عزيز العامري اول اذاعه. وصلت الاسماء، وصل شاهين راشد بن جعروب بن عامر الهاشمي. هكذا النتيجه، الشوط الاول ولا غيره، الشوط الرئيسي ولا غيره. ناموسه الى وين؟ يتجول الناموس هداد خلفان بن سلطان بن تريم الاكتبي. ولكن نعود الى البدايه، نعود الى العابر، العابر مع الصداره، العابر مع المقدمة. هو من يعبر بالمركز الأول وبقيادة المسيرة، الناموس حاير الغيلاني. أهالي السلطنة قادمين للمشاركة وباحثين عن الفوز والناموس، وهناك عناب يتقدم. وصل مشكور مع المركز الرابع، مشكور حذاري من مشكور، حذاري من مشكور يغير من مركز إلى مركز. تعود الملكية خالد بن حمد بن راشد النعيمي. ولكن هملول، وصلكم هملول سعيد بن عبيد بضبيع الكتبي اول اذاعه لهملول. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، الكل بدا يتقدم وينطلق. وصلنا مع منطقه الاعلام، الناموس حاير ولكن المقدمه والصداره الاولى. مشكور 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 مع الصداره، مشكور يبي الفوز يبي الناموس. يقدم خالد بن حمد بن راشد النعيمي، ولكن نرى القدوم من اللي قادم، من اللي واصل في هذه اللحظات. يصل شاهين عتيق بن مطر بن حسن القبيسي، اول اذاعه للقبيسي. حضر معكم القبيسي قادم بكل قوه، ولكن العابر، العابر ما يسلم الا مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين. شاهين والعابر اللحظات الاخيره، اللحظات الحاسمه، القادم في هذه اللحظات. حذاري من اللي واصل يتقدم في هذه اللحظات، اللي هو الكاسر حمدان بن حسين الاحبابي. ولكن شاهين، شاهين
اللي غير مع الصدارة واتى مع المقدمة. مشكور 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 ما سلم صدرة الأوامر انطلق مشكور. ومشكور مالكه خالد بن حمد بن راشد النعيمي مشكور، بدأ يغادر بالنتيجة، بدأ ينطلق، القادم أحلى. وصل في هذه اللحظات وأتى مشاهدين الكرام مع المركز الثاني، هناك من يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام شاهين سيف بن معيوب بن سالم الدرعي، ولكن القادم أحلى الواصل والمنطلق في هذه اللحظات. الرمح انطلق كالرمح، الرمح الاسم على مسمى، الرمح الشاعر الشاعر أطلق رمحه هنا بالفوز وبالناموس. ميدان الشهيد يحتضن السلام، يغادر إلى الكويت، إلى الفوز، إلى الناموس والانتصار. حمد عبد الكريم بو خالد يسعد صباحك في مهرجان بو خالد. بو خالد يفوز في مهرجان سيدي بو خالد. هنا مشاهدينا الكرام الرمح مع الفوز والانتصار. المركز الثاني مشكور خالد بن حمد بن راشد النعيمي. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام، هناك المركز الثالث شاهين، أتى مع المركز الثالث سيف بن معيوب بن سالم الدرعي. المركز الرابع شاهين هادي بن حمد بن عفصان المنصوري. والمركز الرابع هناك وخامس المراكز اللي هو مشاهدينا الكرام العابر مبارك بن عويض بن سهيل الخيلي. نذهب إلى التوقيت الزمني وأثناء الصوت. ومشكور يا أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي يسجل التوقيت الأفضل، يتسجل تحت أقدامه 5 دقائق 49 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك الرمح حمد بن عبد الكريم السعيد، وإلى ميدان الشهيد والأهل الكويت بالفعل. والشكر أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي من رافق الشعار 5 دقائق 50 ثانية 6 من الأجزاء من أتى مع المركز الثاني. مشكور خالد بن حمد بن راشد النعيمي. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث شاهين سيف بن معيوب بن سالم الدرعي 5 دقائق 50 ثانية 9 من الأجزاء. رابع المراكز اللي وصل مع المركز الرابع بالأمتار الأخيرة شاهين هادي بن حمد بن عفصان المنصوري، من قدم لنا هذا الاسم والانطلاقة لشاهين قاطع المسافة في زمن وقدره. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني، التوقيت الزمني مخرجنا عطنا المركز الرابع. هناك اللي هو شاهين لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري. هاي امامكم مشاهدينا الكرام التوقيت الزمنية لكل شوط 5 دقائق 51 ثانية جزئين من الثانية. خامس المراكز نشوف اللي هو العابر مبارك بن عويض بن سهيل الخيلي، من قدم لنا هذا الاسم 5 دقائق 51 ثانية 3 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة والتوقيت الأفضل، يتسجل تحت أقدام الرمح.